يوم أمس وزارة الخارجية الأمريكية يعني صرحت بتصريح قوي جدا، وأنا أعتبرها كتهديد للكاظمي عندما قال يجب عليكم يعني وضع حد لهذه الميليشيات. وأتصور هذا كان تهديد خطير وتهديد أخير للكاظمي. وإذا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية حينها العراق لو لديها عدة عقود مع أي دولة أوروبية أو خليجية سوف تذهب هباء، إلا ستبقى العقود التي تستطيع أن توقع مع إيران أو دول الحليفة مع إيران. فالموضوع ليس بهذه، يعني أنا لا أتصور بأنها من الأهمية الكبيرة، سوى كانت عقود عن عادية زراعية وصحية